أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائد عائد، رسالة لمن يريدون البكاء، رسالة لمن جفت عيونهم ومآقيهم، رسالة لمن يبحثون عن رقة القلوب، رسالة لمن يبحثون عن الخشوع والخضوع والذل والإنابة، رسالة اعتراف وإقرار. كل صورة حزن، كل صوت أنين، كل مشاعر توبة أسطرها اليوم، أسطرها من داخل فؤادي، وأنا والله 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 معترف بالتقصير، فلن أوفي ربي حقه أبدا. تسكت الألسنة وتقف الكلمات عاجزة، ويجف الحبر وتنكسر الأقلام وتنتهي الورقات، ولا يبقى شيء نستطيع به التعبير عن تقصيرنا في حق المولى الكريم سبحانه وتعالى. في غرفة مظلمة وسط بيت صغير في قرية بعيدة وفي زاوية من هذا العالم الفسيح، كان هشام يقف صافا قدميه لله سبحانه وتعالى. كانت كل خلية في جسده تبكي، وكل جارحة وعضو من جسمه يعترف، تسبق الدمعات دعواته: يا رب يا رب، اليوم جئتك وفي داخلي كلام كثير، لا أدري ما أقول يا رب، لا أدري ماذا أقول يا رب، أعلم أنك أنعمت علي كثيرا، أعطيتني الصحة، أعطيتني البصر، أعطيتني السمع، أعطيتني المشي والحركة، أعطيتني الأم والأب والإخوة والأخوات والزوجة والأولاد، أعطيتني يا رباه مالا كثيرا ورزقا كبيرا، لكنني يا رب أقولها بكل حرقة وألم: أنا مقصر يا رب، أنا جئتك اليوم أعترف بين يديك، أنا جئتك اليوم أبتهل بين يديك، أنا جئتك اليوم أنطرح بين يديك، أنا جئتك اليوم أتضرع إليك، أنا جئتك اليوم، فهل ستقبلني؟ من يرحم ذلي وافتقاري؟ من يرحم ضعفي وعجزي؟ من يرحم مسكنتي وهواني؟ إلهي إلهي، عصيتك كثيرا وكنت علي حليما، نظرت إلى الحرام ولم تعاقبني، سمعت الحرام ولم تعاقبني، أكلت الحرام ولم تعاقبني، نظرت إلى الحرام ولم تعاقبني. سبحانك ما أعظم حلمك، سبحانك ما أكبر عفوك. والله يا رب، والله يا رب، أنا نادم على كل معصية فعلتها، والله يا رب أنا تائب من كل كبيرة ارتكبتها، والله يا رب أنا عائد من بعد ما هربت منك. غرني حلمك وعفوك، ظننت أن السعادة في المعاصي، فرحت أتقلب فيها يمينا وشمالا، فجأة قلت لنفسي: من الذي يجري الدم في عروقك؟ من الذي يتحكم في حركتك؟ من الذي يتحكم في عقلك؟ من القادر على إيقاف نبضات قلبك؟ من القادر على شل أطرافك؟ من القادر على تعطيل نفسك؟ إنه الله. قد تنام يوما يا هشام فلا تصحو، قد تأكل الأكلة يوما يا هشام فلا تستطيع أن تبتلعها، وقد تبلعها فلا تستطيع أن تهضمها، قد يتوقف جسمك فجأة وأنت تقود السيارة، قد تسقط فجأة وأنت في الشارع، قد تكون بين أمك وأبيك وزوجتك وأولادك، وفجأة تغادرهم وأنت تلعب. قد وقد وقد، أنا عائد إليك يا رب، أنا عائد إليك يا رب، فاقبلني أرجوك، أنت الرحيم، أنت الكريم، أنت الحليم، سبحانك لا أحصي ثناء عليك. من يقيل العثرات سواك؟ من يغفر الزلات سواك؟ من يمحو الخطايا سواك؟ أدعوك يا كريم، أدعوك يا كريم، أدعوك يا كريم. يا رباه يا رباه، أنت قلت: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ها أنا الآن أصف قدمي بين يديك، قلبي خاضع إليك، وعيني فائضة إليك، أنا العبد الذليل المنكسر، وأنت القوي العزيز، فهل سيشملني عفوك؟ وهل سينالني فضلك؟ يا رب آوني،
يا رب آوني أنا وحدي في العراء، لا نصير لي، لا معين لي، لا قريب لي، لا حامي لي، لا مؤيد لي، لا ناصر لي، أنت حسبي، أنت كافيني، أنت معيني. إلهي إن تركتني تسلط علي الأعداء، إلهي إن هجرتني استولى علي الأعداء، إلهي إن طردتني فيا بؤسي والشقاء. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. يا قادر يا قاهر يا عليم بحالي، يا مطلع على أقوالي، يا من تشاهد أفعالي، هل يرضيك يا رب انكساري الآن بين يديك؟ هل يرضيك يا رب، هل يرضيك يا رب انكساري الآن بين يديك؟ يا رب يا رب، الشيطان يدعوني إلى الزنا وأنا أقول لا، وأنا أقول لا، ربي أحب إلي. يا رب، الشيطان يدعوني إلى الغناء وأنا أقول لا، ربي أحب إلي. يا رب يا رب، الشيطان يدعوني إلى الربا وأنا أقول لا، ربي أحب إلي. يا رب، الشيطان يدعوني إلى الحقد والضغينة وأنا أقول لا، ربي أحب إلي. فهل ستتركني يا ربي بين يدي عدوك بلا سلاح؟ يا من لا يخيب من رجاه، يا من لا يضيع من أتاه، هل ستسلمني إلى الشيطان لأني عصيتك؟ لا يا رب، لا يا رب، أنت أكرم وأحلم وأعظم. أعلم يا رب أنني أغضبتك كثيرا كي أرضي نفسي وشهواتي، أعلم أنني أغضبتك يا رب كثيرا كي أمتع في جسمي لذاتي، أعلم أنني أغضبتك يا رب كثيرا كي أعيش حياتي. لكن والله والله الآن يا رب، حياتي بلا نور، حياتي بلا طعم، حياتي بلا لذة. كنت معك يا رب في جيشك، كنت يوما من جندك، كنت يوما من أوليائك، أحمل السلاح على الشيطان وأعوانه، لا أسمح لنفسي بمعصية ولا أعطي فرصة لذنب. وفجأة وبينما أنا واقف في الصف مع الجنود، إذ بالشهوات تتزين أمام عيني، وإذ بالمعاصي تترقص أمامي، وإذ بجنود الشيطان قد جاءوا يجرونني لأكون في جيشهم، فضعف يقيني وقلت عزيمتي وأغراني الهوى، فرميت سلاح أهل الإيمان وخلعت الترس الذي كنت أحمي به صدري، وهربت من جيشك يا مولاي، وهربت من جيشك يا مولاي، وانطلقت إلى جيش أهل الطغيان، وحملت معهم السلاح، وأصبحت أناصر الشيطان، وأقف في وجه أهل الإيمان، أغضب من كل من يدعوني إليك، وأشمئز حين يأتي ذكرك، وأغري كل من يحاول أن يتكلم عن الإيمان. يزين أصدقاء السوء لي المعاصي، وينفخ الشيطان في الإعجاب، وأصبحت من جند الشيطان المخلصين وأعوانه الصادقين. وفجأة وفجأة تأملت حلمك علي، وشفقتك بي، وعطفك لي، وكرمك وجودك. كنت تقول هو عبدي، هو أحد جنودي وسيعود، فلا تؤذوه يا ملائكتي. وبينما أنا في جند الشيطان، إذ بي أجد قلبي يشتاق إليك يا رحمن، إذ بي أجد قلبي يشتاق إليك يا رحمن، يشتاق إلى كنفك يا رحمن، يشتاق إلى القرب منك يا رحمن. فرميت سلاح الأعداء وانطلقت مسرعا عائدا إلى جند الإيمان. كنت أجري مسرعا إليك، كنت أركض في تلك الصحراء وأنا أبكي، خوفا من أن أموت، خوفا من أن أموت قبل أن أصل إليك. وها أنا قد أتيت الآن،
وانطرحت بين يديك يا مولاي. وها أنا قد أتيت الآن وانطرحت بين يديك يا مولاي، والله والله يا رب أنت تفرح بتوبتي، والله يا رب أنت تفرح بعودتي. ألست أنا عبدك؟ ألست أنا عبدك؟ ألست أنا عبدك يا رب؟ يا رب خذني إلى شاطئ الرحمات، يا رب خذني إلى وادي الخيرات. افرح بي هذه الليلة يا رب، افرح بي هذه الليلة يا رب. والله يا رب، والله يا رب، لو أعطيت اليوم كنوز الدنيا، لو أعطيت ذهبها وفضتها، لو أعطيت لآلئها وخيراتها، فإن هذا كله لا يساوي فرحتك بي، فإن هذا كله لا يساوي فرحتك بي. أنا المحتاج فقربني إليك، أنا المحتاج فافتح لي بابك. طال وقوفي، طال قيامي، طال نوحي، طال دعائي، طال رجائي، طال ابتهالي. طرقت عليك، طرقت عليك وتعبت يدي من الطرق على بابك. أنا والله يا كريم أن تغفر لي الآن، أنا والله يا كريم أن تعفو عني.